الكفاءة الذاتي، وتتبنى مشروعاً قومياً لإحياء صناعة الغزل والنسيج، وتنفي 6 شائعات في أسبوع أهمها سعر الخبز، وتؤكد لبن الأطفال يكفي 9 أشهر. والسيسي يهدي أحمد الأحمر لاعب اليد وسام الجمهورية من الطبقة الأولى. ووزير الصحة يعترف المستشفيات متهالكة وحلها لا يرضي بشر، وكل الشاكين منها عندهم حق. ومكاتب البريد تبدأ في إصدار شهادات الميلاد والقيد العائلي ووثائق الزواج والوفاة.